كل نجاح كبير بدأ بخطوة صغيرة. قصة نجاح مع نيفين محمود ومحمد سويلم، وانسى الطريق مع تي ديتا على ميجا اف ام. النهاردة احنا مبسوطين جدا جدا ان احنا بنقدم في قصة نجاح، قصة حقيقية معاصرة موجودة مصرية وست. ها انا بقول لك احنا جايين هنا نثبت نقطة طبعا مش هتفوت كده. طب يعني بعد ما بعد ما نعرف دانيا هقول بس حاجه صغيره جدا. مش معنى دلوقتي قلتي ست، مع ان لما كل مره معانا ست احنا بنسقف لها وبنحييها ومبسوطين. لما بيجي مليون الف واحد انا ما بجيش اقول لك ها ده راجل بصي مش عارفه ايه. لا طبعا أيوه، عشان الستات حياتهم صعبه جدا ان هم ينجحوا. انتم صعبين علينا الدنيا بالظبط، مقفلين علينا كتمنا. ليه بنجنرالايز ونقول ان دايما كل الرجاله بيبقوا عندهم حته العنصريه وراجل وست؟ احنا بنتكلم عن الكفاءه صح. ممكن ست تبقى بمئة راجل في المجال بتاعه، وممكن راجل يبقى بمليون ألف راجل تاني في المجال بتاعه، ملاش دعوه بالجندر صح؟ أيوة، بس خليني أقولك إن الستات عندهم تولرنس وقوة احتمال وتحدي أكتر من الرجالة مليون ألف مرة. لسه بقولك شكلنا كده هنقعدهم في بيوتهم. أنا بقول كده بقى يعني هم يستاهلوا بصراحة يعني. لا أنا والله بصي لازم الرجالة دلوقتي. تعالى مصطفى اقعد أنت على المايك يا مصطفى، أنا أروح البيت بقى. هو لازم أحسن. الرجالة يبقى ليهم جمعيات بقى اللي هي إيه، حماية حقوق الرجل والعيني وحاجات. أنا عايز المجوية معايا بقى في المسجز يا جماعة عشان واضح إن هم هيتفقوا علينا. لا هو اللي الناس كلها تتفق عليه إن إحنا النهاردة مستضيفين يعني واحدة من هقول لكم ايه، هي ال 12 من ضمن افضل مصممين في العالم، وهي طبعا الاستاذة والمهندسة داليا السعداني، وهي اللي منورانا النهاردة. وانا مبسوطة جدا، واخيرا يعني بقالنا كتير عايزين نعمل الانترفيو ده، بس يعني كله بيجي في اوانه في وقت. الحمد لله منورانا يا داليا جدا، وعايزين برضو نعرف بقى الناس اكتر عليكي. ولكن انت قلتي لي بقى انك بتحبي الاغاني اللي فيها شجن شوية. صح كده. انا برضو احب الاغاني دي جدا. ليه مش اقول كئيبه؟ ليه يبقى فيها شجن؟ احنا شعب بيميل شويه للحزن في الاغاني. لا عشان يعني بص هو الحاجات اللي بتبقى عاطفيه اكتر بتلمس مع الناس. بتلمس طبعا. طب تحبوا نبتدي باغنيه ونرجع نكمل معاها على طول؟ يلا بينا. اغنيه لشيرين اغنيتها تروح، وهنلعب لك فؤاد برضو اللي بعديها. لو سمحت. طيب لسه مكملين بقى معانا، ومعانا داليا السعداني. لو عنده اي سؤال او استفسار تابعوا معانا الحلقه النهارده في قصه نجاح. و ايه الاس ام اس على 1297 او التليفون 38 35 962. ما تنسوش كمان الفان بيج بتاعتنا انسى الطريق مع تي ديتا بالعربي بفرانكو عرب. شيرين هتروح ونرجع نكمل معاكم يا مجاويه يا جامدين قوي قوي قوي. كل نجاح كبير بدا بخطوه صغيره. قصه نجاح مع نيفين محمود ومحمد سويلم، وانسى الطريق مع تي ديتا على ميجا اف ام. النهارده ضيفتنا هي المهندسه داليا السعداني، ولو قلنا شويه تفاصيل عنها، هي اتخرجت من هندسه اسكندريه واستكملت دراستها في ايطاليا، وحققت 3 جوائز مبدئيا كانت في سنه واحده، والجوائز دي كانت عالميه في مجال التصميم الابداعي، وده اللي خلاها تدخل قائمه اشهر 100 مهندس معماري حول العالم في مجالين العماره والتصميم، واحتلت المركز ال 72، ودلوقتي انت بقيتي في المركز ال 12. ازاي عملتي كده يا داليا؟ طحنت نفسي سبع مسابقات السنه دي. يعني نطيتي ازاي للمركز ده؟ هقول لك. وهو هي بدات معايا اول سنه كانت بالصدفه البحته، ان انا كنت عامله قطعه اساس، وده مش شغلي قوي يعني. انا مهندسه معماريه وبعمل تشطيبات، بس عملت حاجه كانت عجباني ليا انا، وانا بحب الحرف اليدويه قوي. بحب اشتغل بايدك، وبحب اشتغل بايدي، وبحب ادهن بايدي، وبحب ابتن بايدي. بس انا كمان بحب الصنايعيه اللي هم تقريبا هيندثروا شويه بشويه. الصنايعيه هيندثر، قصدك الناس اللي بتشتغل في الفنيين الحرفيين. دايما شايفه ان ده اللي بيميزنا عن الغرب، واحنا بنتنازل عن ده بشويه بشويه. تاريخنا كله مفردات حلوه جدا، وعمالين بنقلد بره في حين ان هم بينبهروا بالحاجات بتاعتنا. بنتجه اكتر للحاجات تبقى براكتيكال او عمليه بسيطه، ما لهاش اي شخصيه. عشان هو تناسب الكل. بصي هم لما بداوا يشتغلوا في الحاجات اللي بيتقال عليها كونتمبرري او معاصره، كان قصدهم عشان يعملوا ماس برودكشن، يبيعوا كتير، فيعملوا حاجه تناسب كل الاذواق. زي ما احنا نيجي نصمم اوتيل فلازم تعملي الالوان تعجب اي حد، ملهاش شخصيه، ما فيهاش بصمه. انما احنا اللي بيميزنا عنهم ان احنا عندنا الحرف اليدويه. عندنا الناس اللي بتشتغل في الخشب، اللي بتشتغل في الحديد، اللي في الجبس، فان احنا نقلدهم
اولا احنا مش بنقلدهم كويس، ما احناش زي التراكو او الصينيين، وتنازلنا عن شخصيتنا، فبالتالي ما بقيناش مميزين، رقصنا على السلم، لا عملنا ماس برودكشن ولا بقينا فنيين ولا بقينا صينيين ولا بقينا مصريين. الداليا القطعة بقى بتاعتي كانت ايه؟ كان عبارة عن ترابيزة على شكل البابور بتاعنا بالظبط. وبعتها للمسابقة دي، والمسابقة دي مصنفة رقم واحد، هو في مسابقات كتيرة جدا للتصميم، فدي رقم واحد انه بيخشها ناس كتير جدا وفيها ديزاينرز كتير جدا بالالاف بتهيالي كانوا داخلين السنه دي، كان في 12000 واحد داخل يعني ما شاء الله. فهي مصنفه نمره واحد كمان عشان هي بتلم كل انواع التصميم. فقلت ابعتها زي عارفه بتوع الكوره كده، شرف المحاوله، ادخل وخلاص ومش مشكله يقولوا لي شكرا كاس العالم، ابقى بس يعني ايه الاحتكاك الدولي في اي حاجه يعني. واتفاجئت ان انا كسبت ومنبهرين جدا ومبسوطين، ورحت خدت الجائزه وبصيت حواليا بقى، شفت بقى الديزاينز اللي بتكسب والتصميمات وبتاع. فانت انا من النوع اللي بسخن بسرعه يعني، انا بستفز جدا، تحمست يعني انا سهل جدا ان انت ممكن تمشيني في سكه كده اطلع اجري فيها مجرد انك تستفزني انك مش هتعرفي تعملي كده. يعني فكره المنافسه عندك مهمه يعني. انا يعني لسه كنت بقول ان انا بكن الفضل وهو على الهوا، بشكر كل الناس اللي بيحاربوني، بكن لهم الفضل. دول اول ناس هتشكريهم النهارده، انا بشكرهم شكر جزيل، وربنا يخليهم ليا، ويا ريت يستمروا في الحرب، ويا ريت يستمروا في الهجوم، علشان هم دول اللي يحفزوكي اكتر من الناس اللي بتدعمني، الناس اللي هتقول لي برافو كويس انك وصلتي خلاص ههبط. هل انت شايفه ان عامه الناس اللي بيحاربوا اللي ناجحين هم دول عناصر نجاحه، ولا ده بالنسبه لك انت حاله فرديه، انت بتحبي ان تلاقي مثلا الناس تحاول تحاربك عشان انت تاخديها بالعند وتصممي انك تنجحي؟ بصي، ما فيش حد بينجح ما بيظهرش وحواليه كده انتراج مجموعه بشر بتبقى هدفها ان هي بدل ما توجه طاقتها بطريقه ايجابيه، بدل ما يشتغلوا على نفسهم ويحسنوا من نفسهم، لا يحاولوا ان هم يجيبوكي لتحت. يقول لك لا طب ما اشمعنى انت، طب ما في مذيعين كتير جدا شطار، مش هو يعني جاتش عليك انت يعني وانت ما عملتش حاجه زياده. ودايما بيبقوا ابناء المهنه يعني للاسف طبعا. وده سمه للاسف موجوده في المنطقه العربيه اكتر من بره. بره عندهم التفكير بتاع ان احنا نشتغل مع بعض عشان نكبر. يعني في ديزاينرز كبار جدا، كارتل مثلا بيعمل كراسي وبيعمل فرنتشر، راح جاب واحد مغني مشهور بيعمل تصميمات، فعلشان يشتغل معاه وعلشان يعملوا خط جديد، هما الاثنين يتشهروا اكتر ما هما الاثنين مشهورين مع لوحدهم. هنا بقى لا، هنا معظم الناس، مش هقول كل الناس طبعا، بس في ناس لا تقول لك طب وش معنى، طب ما انا كمان شاطر، طب ما تشتغل على نفسك. ده سبب ادعى يعني. صح. فانا باخدها دي طاقه يعني بوش اكتر يعني، ده بيحمسني اكتر انه لا ما بسيبش نفسي بقى ان انا اقول وصلت. انا لغايه دلوقتي بقول ان انا ما نجحتش ولا اي حاجه، انا الحمد لله باخد خطوات. ما نجحتيش ايه ده، انت كنت مرشحه للوزاره. فيش ايه ولا اي حاجه. عايزه اقول لك زي ما بيقولوا، ما بسيبش الموضوع يخش دماغي، لانه لو حسيتي انك انت نجحتي زي ما الاجانب بيقولوا هتروحي فين، ما هتنزلي بقى خلاص، ما وصلتي وبعدين. لا انا ولا عملت اي حاجه، انا الحمد لله ربنا موفقني الحمد لله. ماما تدعي لي على طول يعني. انا لو قلت لك على الهواء دلوقتي داليا انت مش هتعرفي توصلي لاول خمسه في المراكز دول، ممكن مثلا كمان كام شهر او السنه الجايه تيجي معانا تنورينا في الاستوديو ولاقيكي في التوب ان شاء الله. خليني اقول لك، لا هو انا السنه الجايه هعمل حاجه اقوى من كده، السنه الجايه هبقى جوري ممبر بقيم الناس اللي دخلت. يا رب ان شاء الله. هنستاذنكم بس ناخد فاصل سريع جدا ونرجع نكمل مع داليا سعداني في قصه نجاح، وانت في قصه نجاح واقعيه مصريه 100%. كلنا فخورين بيكي والله، مش كلام ردي. واللي طبعا عايز يسال داليا اي سؤال يبعت لنا على 1-92-7 او يكلمنا على 38-35-962. انسى الطريق وناخد فاصل اعلاني ونرجع نكمل مع داليا السعداني سريعا. يلا 1-2-3 الهوبا. كل نجاح كبير بدا بخطوه صغيره. قصه نجاح مع نيفين محمود ومحمد سويلم، وانسى الطريق مع تي ديتا على ميجا اف ام. والنبي يعني سوري اتفضل. لا قولي. لا كنت هتقول حاجه. انا بتاع سبوقي لسه. طيب. قولي يا. والنبي مش عيب يعني ان احنا نعرف من الغرب انك اخدتي جايزه من جولدن اوورد، او هو ده اسم الجايزه، عن مشروع تطوير ميدان التحرير. واحنا قاعدين في بلدنا هنا وما نعرفش.
بصي علشان انا ما عملتش اي تسليط اعلامي على الموضوع, انا اشتغلت على التحرير لارتباطي العاطفي بالمكان. يعني انا تواجدت في التحرير بقالي 3 سنين, كل ما يقولوا يلا خناقه نروح نازلين, فتعب عليا الميدان جدا. ده حاجة, المكان ده بقاله من سنة 19, وهو ده اللي لما المصريين بيزعلوا بينزلوا يقفوا في المكان. ناس كتيرة جدا دفعت تمن ان هي عايزة حرية وعايزة تعيش بحياة افضل قبل 25 يناير. من سنة 19 والناس بتنزل بتتضرب وبتموت في ميدان التحرير. يعني الاسم بيتكلم عن نفسه. فهو خدي بالك كان اسمه ميدان الاسماعيلية نسبة الى الخديوي الاسماعيلي, وبعد كده غيروا للتحرير سنة 52 بعد الثورة. انا عملت تصميم. بصي الفترة اللي فاتت كان كل التصميمات اللي بتبقى في التحرير مرتبطة انك تعملي نص بتسكري في نص الجنينة دي, وده كان كل حاجة زي ما هي. وده مش ما كانش حلمي ان انا اشوف المكان ده بالطريقة دي. كان نفسي يبقى, انا احترمت المباني جدا حتى المجمع برغم ان انا شايف ان هو معماريا يعني مش حاجة جمالية قوي, انما هو له تاريخ ممكن يعاد استخدامه في يوم من الايام. انما كان لازم يكون فيه اللي بيتقال عليه الميموريال وول, مكان بيتكتب عليه اسامي الناس اللي دفعت الثمن ان احنا لسه عايشين وبنحاول نعيش. يبقى نصب تذكاري. حيطة عليها الاسامي, انا عاملاها ازاز علشان ما تقفلش الرؤية, وعالجت المنطقة كلها, قفلت وكان عندي الشجاعة ان انا اقفل المنطقة, منطقة مشاة, لانه ايام الاعتصامات ما كانت مقفولة والبلد كانت عايشة عادي يعني مفيش اي مشكلة. يعني يعني التكدس العربيات والناس ما زادش يعني بسبب ان الميدان مقفول. انا عالجت الناحية المرورية, لفيت المرور حوالين المنطقة. انت كمان قمتي بدراسة المرور عشان ما يبقاش في اي طبعًا مشكلة, عشان ما لو حد لو في يوم من الايام حلمي اتحقق ولقيت الميدان ده محدش يجي يقولي طب والعربيات طب والشوارع. فعملت دراسة وتخطيط لمسارات المرور ومنطقة المشاة, وحبيت كمان ان انا اعمل منطقة تجارية عشان يبقى فيها القهاوي. منطقة بتاع وسط البلد معروفة بالقهاوي. القهاوي وسط البلد. هدفي من المبنى ده هو شبه الخيم بتاعت المعتصمين شوية, هو كونكريت ستراكشر كده حاجة فلاين. المقصود بيها انه عايزة شركة هي اللي تدير المكان ده عشان تضمن لي ان المكان يبقى متصان وله صيانة وله ناس مسؤولين عنه. مش عايزة ارمي على عاتق الحكومة ان هي تتحمل مسؤوليته. بس كده هيتحول لمشروع تجاري, يعني هيبقى فيه برضو مطلوب منه ربح وكده علشان يبقى شركة. انا هقولك على حاجة, انت يديري ايه كمصرية لو عايشة في البلد لاقية كل شوية مكان بيتحمل وحاول لأفضل, وفي ناس بتكسب من وراء, ايه المشكلة؟ ما فيش مشكلة طبعا, في مقابل ان احنا نعيش حياة ادمية. خلاص كفايانا ان احنا نبقى عايشين في بلد كانت احلى مدينة في العالم, وحاليا احنا مقتدرين وغير مقتدرين عايشين حياة غير ادمية. بكل الصور انا بنزل الشارع بيجيلي اكتئاب, يعني ببقى عايزة اوصل للمكان بس علشان ما اسمعش عربيات وما اشوفش ناس بتتخانق. ما هو الناس اعصابها تعبانة. انا ما بقولش ان الشعب المصري هو الغلطان, لا, هو الظروف اللي هو سوء التخطيط العام. احنا عايزين رؤية شمولية. دلوقتي احنا وصلنا للقاع خالص, جبنا الاخر في كل حاجة. ما فيش هتطلعي حتة غير لازم تقومي بقى, وهتقومي لازم تقومي على صح. انا اللي بحارب عليه ان انا مش عايزة مسكنات, مش عايزة حلول مؤقتة, عايزة حلول جذرية. عايزة انا وانتو والجيل اللي بعدنا يتعب شوية علشان مصر دي نبقى سيبنا حاجة, البلد دي بقت للأحسن. احنا المشاكل عمالة تتراكم من جيل لجيل لغاية ما بقت جبال. فدلوقتي خلاص احنا تعذبنا ووصلنا للحياة حياة صعبة جدا, لا في كهرباء ولا مية كويسة ولا هوا كويس. خلاص انا ما عنديش مشكلة ان انا ضحي واتعب واشتغل وكلنا نشتغل على رؤية واضحة. انا عايزة خطة, حد يقول لي مصر دي كمان 40-50 سنة هنشوفها ازاي. ما انا مش عايزة حل ان انا دلوقتي انزل, مع احترامي طبعا, ان انزل الاقي اوتوبيسات فيها واي فاي. دي مش مشكلتي خالص. الشعب المصري مش مشكلته الواي فاي. الناس ده المطلب رقم واحد دلوقتي. الناس اللي عندها تليفونات فيها واي فاي قادرين يدفعوا للشبكة ان هم يوصلوا انترنت. انا عندي مشكلة في المواصلات عامة ككور. بصوا لجوهر المشاكل, بصوا لانه ليه في بطالة. ليه في بطالة؟ علشان في سوء توزيع في التنسيق, علشان انا ما بروحش للطلبة او لهم بلاش تخشوا طب, كفايانا دكاترة. احنا محتاجين ايه دلوقتي؟ محتاجين سوق العمل في متطلبات كذا. اقفل اقسام يا ستي, اقفلي كليات معينة ما عليهاش طلب لغاية ما يبقى عليها طلب ابقى افتحها. عرض وطلب التعليم برضو. فالمسألة محتاجة منظومة ودراسة كاملة. هي زي ما بيقولوا, عارفة الدومينو لما تخبطي حاجة فكله يقع بتكره وراه, دومينو افكت. عايزة اعالج حاجة هتلاقي خيط بيوديك على حاجة,
يبقى لازم تبص الموضوع بصورة شمولية. طب لو احنا بنتكلم في مشروع كبير انت واضح انك درسة كل النواحي فيه دلوقتي المشروع ده فين؟ فين من حيز التنفيذ او الموافق عليه من الحكومة المصرية؟ هو مازال لغاية دلوقتي الموضوع المشروع كسب لسه ما بقالوش اسبوعين ثلاثة. بدأت اتكلم مع ناس. احنا في مرحلة زي ما بيقولوا احنا حاليا فعلا في مرحلة انتقالية مستنيين الوضع يستقر. انا عارفة تماما انه احنا بالكاد عارفين نعيش. الموارد المصرية لازم تتوزع عشان الناس تقدر ان هي تطفو بس وتبقى عايشة. وفي موارد إنما محتاجة تتواجد اصلا. انما في حاجة تانية انا برضو شايفة ان احنا عندنا موارد كتير جدا مهدرة بتتصرف في غير محلها في حاجات مش هنبقى محتاجينها. فانا اامل ان المرحلة الجاية يكون في اعادة توزيع للموارد بتاعتنا. وفي الحالة دي هيبقوا قادرين يشوفوا ان المشاريع اللي ليها علاقة مش بس هي مش حاجة ترفيهية على فكرة. هو انا لما اقول ان انا عايزة متنفس للشعب المصري يدر ربح كمان دي مش حاجة غلط. مش لازم كل ويوجد مكان زي ما انت قلتي للناس اللي عندهم ما عندكيش تخطيط عمراني مظبوط. مش لازم كل حتة ارض اطلعها برج يعني واكسب منها ملايين ومن غير جراج كمان. عندك مثلا مشكلة ديك انت قلتي في كام عمارة في تحتها جراج مستغلين غير استخدام ان هي جراج وبالتالي بقت العربيات مكدسة في الشوارع. فبصي احنا عندنا مشكلة انا شايفة ان هي دي الاساس. احنا عندنا عدم احترام للقوانين وتطبيقها بصرامة. انا عايزة الناس كلنا وانا من ضمن نتعلم نتربى بقى شوية ويبقى في قوانين ونحترم القوانين دي. المصريين بيطلعوا برا بيبقوا محترمين جدا. او اللي انتوا بتسمعوها دلوقتي بقى دي هي المهندسة داليا السعداني واللي كانت في فترة مرشحة لوزارة البحث العلمي. فترى بقى كانت هتعمل لنا ايه في الوزارة دي؟ زماني مكرباجة داليا بتحبي وقلك فوري؟ اه طبعا. طب اسمعك اغنية ليه اسمها ما رجعت انت برضو حتى شجن كده هنرجع نكمل معاك على طول وانت منورانا النهاردة. بس هنعرف خططك اللي كنت مفروض تعمليها ونفسك فيها في الوزارة. على فكرة بره وزارة جوه وزارة هتتعمل. انا عجبني الروح التنافسية دي. طب هنتكلم على كل الخطط على كبير ولكن بعد بقى الفاصل الجاي ده على طول. منورانا بقصة نجاح داليا السعداني اللي يعني رافعة راس مصر بره وجوه. ويلا نسمع وائل كفوري على طول. كل نجاح كبير بدأ بخطوة صغيرة. قصة نجاح مع نيفين محمود ومحمد سويلم وانسى الطريق مع تي ديتا على ميجا اف ام. والنبي يعني سوري فضل. لا قولي. لا كنت اقول حاجة. انا بتاعت بوقي لسه. طيب. قولي اه. والنبي مش عيب يعني ان احنا نعرف من الغرب انك اخدتي جايزة من جولدن اوورد او هو ده اسم الجايزة عن مشروع تطوير ميدان التحرير. واحنا قاعدين في بلدنا هنا وما نعرفش. بصي علشان انا ما عملتش اي تسليط اعلامي على الموضوع. انا اشتغلت على التحرير لارتباطي العاطفي بالمكان. يعني انا تواجدت في التحرير بقالي 3 سنين كله ما يقولوا يلا خناقه نروح نازلين. فتعب عليا الميدان جدا. ده حاجة المكان ده بقاله من سنة 19 وهو ده اللي لما المصريين بيزعلوا بينزلوا يقفوا في المكان. ناس كتيرة جدا دفعت تمن ان هي عايزة حرية وعايزة تعيش بحياة افضل قبل 25 يناير من سنة 19 والناس بتنزل بتتضرب وبتموت في ميدان التحرير ده. يعني الاسم بيتكلم عن نفسه. فهو خدي بالك كان اسمه ميدان الاسماعيلية نسبة الى الخديوي الاسماعيلي. وبعد كده غيروه للتحرير سنة 52 بعد الثورة. انا عملت تصميم. بصي الفترة اللي فاتت كان كل التصميمات اللي بتبقى في التحرير مرتبطة انك تعملي نصب تذكاري في نص الجنينة دي. وده مش كل حاجة زي ما هي. وده مش ما كانش اللي في ما كانش حلمي ان انا اشوف المكان ده بالطريقة دي. كان نفسي يبقى انا احترمت المباني جدا حتى المجمع برغم ان انا شايف ان هو معماريا يعني مش حاجة جمالية قوي انما هو له تاريخ ممكن يعاد استخدامه في يوم من الايام. انما كان لازم يكون في اللي بيتقال عليه الميموريال وول مكان بيتكتب عليه اسامي الناس اللي دفعت تمن ان احنا لسه عايشين وبنحاول نعيش. يبقى نصب تذكاري. حيطة عليها الاسامي. انا عاملاها ازاز علشان ما تقفلش الرؤية. وعالجت المنطقة كلها قفلت. وكان عندي الشجاعة ان انا اقفل المنطقة منطقة مشاة لانه ايام الاعتصامات ما كانت مقفولة والبلد كانت عايشة عادي يعني مفيش اي مشكلة يعني يعني التكدس العربيات والناس ما زادش يعني بسبب ان الميدان مقفول. انا عالجت الناحية المرورية لفيت المرور حوالين المنطقة. انت كمان قمتي بدراسة المرور عشان ما يبقاش في اي طبعًا مشكلة. طبعا عشان ما لو حد لو في يوم من الايام حلمي اتحقق ولقيت الميدان ده ما حدش يجي يقولي طب والعربيات طب والشوارع. فعملت دراسة وتخطيط لمسارات المرور ومنطقة المشاة. وحبيت كمان ان انا اعمل منطقة تجارية
عشان يبقى فيها القهاوي، منطقه بتاع وسط البلد معروفه بالقهاوي، القهاوي وسط البلد. هدفي من المبنى ده هو شبه الخيم بتاعه المعتصمين شويه، هو كونكريت ستراكشر كده، حاجه فلاينج. المقصود بيها انه عايزه الشركه، عايزه شركه هي اللي تدير المكان ده عشان تضمن لي ان المكان يبقى متصان وله صيانه وله ناس مسؤولين عنه. مش عايزه ارمي على عاتق الحكومه ان هي تتحمل مسؤوليته. بس كده هيتحول لمشروع تجاري، يعني هيبقى فيه برضو مطلوب منه ربح وكده علشان يبقى شركه. انا هقول لك على حاجه، انت يديري ايه كمصريه لو عايشه في البلد لاقيه كل شويه مكان بيتحمل وحاول لافضل وفي ناس بتكسب من وراه، ايه المشكله؟ ما انا مفيش مشكله طبعا في مقابل ان احنا نعيش حياه ادميه. خلاص كفايانا ان احنا نبقى عايشين في بلد كانت احلى مدينة في العالم، وحاليا احنا مقتدرين وغير مقتدرين عايشين حياة غير ادمية بكل الصور. انا بنزل الشارع بيجيلي اكتئاب، يعني ببقى عايزة اوصل للمكان بس علشان ما اسمعش عربيات وما اشوفش ناس بتتخانق، ما هو الناس اعصابها تعبانة. انا ما بقولش ان الشعب المصري هو الغلطان، لا، هو الظروف اللي هو فيه، سوء التخطيط العام. احنا عايزين رؤية شمولية. دلوقتي احنا وصلنا للقاع خالص، جبنا الاخر في كل حاجة. ما فيش هتطلعي حتة غير لازم تقومي بقى، وهتقومي لازم تقومي على صح. انا اللي بحارب عليه ان انا مش عايزة مسكنات، مش عايزة حلول مؤقتة، عايزة حلول جذرية. عايزة انا وانتو والجيل اللي بعدنا يتعب شوية علشان مصر دي نبقى سيبنا حاجة، البلد دي بقت للأحسن. احنا المشاكل عمالة تتراكم من جيل لجيل لغاية ما بقت جبال. فدلوقتي خلاص احنا تعذبنا ووصلنا للحياة، حياة صعبة جدا، لا في كهرباء ولا مية كويسة ولا هوا كويس. خلاص انا ما عنديش مشكلة ان انا ضحي واتعب واشتغل وكلنا نشتغل على رؤية واضحة. انا عايزة خطة، حد يقول لي مصر دي كمان 40-50 سنة هنشوفها ازاي. ما انا مش عايزة حل انه ان انا دلوقتي انزل، مع احترامي طبعا، ان انزل الاقي اوتوبيسات فيها واي فاي. دي مش مشكلتي خالص. الشعب المصري مش مشكلته الواي فاي، الناس ده المطلب رقم واحد دلوقتي. الناس اللي عندها تليفونات فيها واي فاي قادرين يدفعوا للشبكة ان هم يوصلوا انترنت. انا عندي مشكلة في المواصلات عامة ككور. بصوا لجوهر المشاكل، بصوا لانه ليه في بطالة. ليه في بطالة؟ علشان في سوء توزيع في التنسيق، علشان انا ما بروحش للطلبه اقول لهم بلاش تخشوا طب، كفايه انا دكاتره. احنا محتاجين ايه دلوقتي؟ محتاجين سوق العمل فيه متطلبات كذا. اقفل اقسام يا ستي، اقفلي كليات معينه ما عليهاش طلب لغايه ما يبقى عليها طلب، ابقى افتحها عرض وطلب. التعليم برضو، فالمسألة محتاجة منظومة ودراسة كاملة. هي زي ما بيقولوا، عارفة الدومينو لما تخبطي حاجة فكله يقع، كله وراه دومينو افكت. عايزة اعالج حاجة هتلاقي خيط بيوديك على حاجة، يبقى لازم تبص الموضوع بصورة شمولية. طب لو احنا بنتكلم في مشروع كبير، انت واضح انك درسة كل النواحي فيه، دلوقتي المشروع ده فين؟ فين من حيز التنفيذ او الموافق عليه من الحكومة المصرية؟ هو مازال لغاية دلوقتي الموضوع، المشروع كسب لسه ما بقالوش اسبوعين ثلاثة. بدأت اتكلم مع ناس. احنا في مرحلة زي ما بيقولوا، احنا حاليا فعلا في مرحلة انتقالية، مستنيين الوضع يستقر. انا عارفة تماما انه احنا بالكاد عارفين نعيش، الموارد المصرية لازم تتوزع عشان الناس تقدر ان هي تطفو بس وتبقى عايشة. وفي موارد محتاجة تتواجد اصلا، انما في حاجة تانية انا برضو شايفة ان احنا عندنا موارد كتير جدا مهدرة بتتصرف في غير محلها، في حاجات مش هنبقى محتاجينها. فانا اامل ان المرحلة الجاية يكون في اعادة توزيع للموارد بتاعتنا، وفي الحالة دي هيبقوا قادرين يشوفوا ان المشاريع اللي ليها علاقة، مش بس هي مش حاجة ترفيهية على فكرة، هو انا لما اقول ان انا عايزة متنفس للشعب المصري يدر ربح كمان، دي مش حاجة غلط. مش لازم كل ويوجد مكان زي ما انت قلتي للناس اللي عندهم ما عندكيش تخطيط عمراني مظبوط. مش لازم كل حتة ارض اطلعها برج يعني واكسب منها ملايين، ومن غير جراج كمان. عندك مثلا مشكلة ديك انت قلتي، في كام عمارة في تحتها جراج مستغلين غير استخدام ان هي جراج، وبالتالي بقت العربيات مكدسة في الشوارع. فبصي احنا عندنا مشكلة، انا شايفة ان هي دي الاساس، احنا عندنا عدم احترام للقوانين وتطبيقها بصرامة. انا عايزة الناس كلنا وانا من ضمن نتعلم نتربى بقى شوية، ويبقى في قوانين ونحترم القوانين دي. المصريين بيطلعوا برا بيبقوا محترمين جدا. او اللي انتوا بتسمعوها دلوقتي بقى دي هي المهندسة داليا السعداني، واللي كانت في فترة مرشحة لوزارة البحث العلمي. فترى بقى كانت هتعمل لنا ايه في الوزارة دي؟ داليا بتحبي وقلك فوري؟
طبعا. طب اسمعك اغنيه ليه اسمها ما رجعت انت برضو حته شجن كده نرجع نكمل معاكي على طول وانت منورانا النهارده. بس هنعرف خططك اللي كنت مفروض تعمليها ونفسك فيها. هعملها على فكره بره وزاره جوه وزاره هتتعمل. انا عجباني الروح التنافسيه دي. طب هنتكلم على كل الخطط على كبير, ولكن بعد بقى الفاصل اللي جاي ده على طول منورانا بقصه نجاح داليا السعداني اللي يعني رافعه راس مصر بره وجوه. ويلا نسمع وائل كفوري على طول. كل نجاح كبير بدأ بخطوة صغيرة. قصة نجاح مع نيفين محمود ومحمد سويلم, وانسى الطريق مع تي ديتا على ميجا اف ام. ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين وانسى الطريق مع تي ديتا. والنهارده في قصه نجاح معانا قصه نجاح على كبير قوي داليا السعداني منورانا, وهي ترتيبها دلوقتي ال 12 على مستوى العالم في الديزاين اوورد, مسابقه كبيره جدا بتتعمل في ايطاليا. وداليا كسبتها عشان حطت بصمتها المصريه بالديزاين اللي قلت لنا عليه, كانت ترابيزه في سنت اللي عاملاها بنفسك على شكل وبو. دي كانت اول سنه. وبعدين ما سكتش معنا, تاني سنه اديت لهم نورك برضو حاجه مصري يعني رايحه وراهم يعني. عملت ايه بقى بعد كده؟ نورك السنه اللي بعدها, السنه اللي بعدها دخلت بمشروع معماري وواحد تصميم داخلي انتيرير وفرش برضو حاجه مصري اللي هو النورك. وكسبت الثلاثه. نورك هو كان في مكنه زمان كانت بتدرس القمح اللي هي تفصل القشره القمح عن القشره. بيقعدوا عليها الاثنين فلاحين وبيجرها حصان حمار اي حاجه في الزرع كده بتاع ايدين شكلها غريب. أيوة. شكلها مش حلو قوي, فانا غيرت في نسبها وشكلها وعملت فيها شويه حفر. ايه اللي فكرت بيها اصلا؟ احنا ما نعرفش اسمها. هقول لك انا ايه اللي فكرت. انا دايما بحب اروح عند اللي هم اللي بيتقال عليهم مقاولين الهدد, بحب اروح اشوف الحاجات القديمه, احب اروح اشتري رخام طالع من بيت قديم او كم بلاط مش عارفه ايه. بتلاقي في نوع من انواع الجمال مثلا. طبعا ما هو انت احنا تخلفنا مش تقدمنا. ما انا بقول الهدد ده اللي بيبقى بهدد ياخد بحاجة؟ ياخد بيت من البيوت القديمه يروح يشتري كل الحاجات القديمه. فما مثلا زي ما بنقول كده روبابيكيا شويه. بصي ما دي شيء محزن, انت لو تروحي تشوفي كم المشربيات وكم الابواب الحديد وكم حاجه جميله اسقف كلها يدوي مرميه فيها شغل ايدين. طبعا. وكانوا زمان كمان بيعملوا الاصعب, ما كانوش بيعملوا شغل خشب قيمه, كانوا بيعملوا حاجه اسمها عجين. يخلطوا عجينه ويرسموا بيها الرسومات دي كلها. فروحت وانا ماشيه لقيت في اخر هي زي حته ارض واسعه كده حاجه مرميه كده على الجنب وبتاع. قال لي لا ده حاجه معبره يعني كرسي كده وبتاع. ببص عليه لا عجبني رحت شاريه وقعدت بقى العب شويه واصمم واغير في نسب لغايه ما عملته كنبه تو سيتر. ومن حوالي شهر لقيت في واحد منتج من امريكا عايز ياخده ينفذه. لا عايز ياخده اشحنه له عايز يشتريه لان انا عاملاه اسود دوكو بيلمع قوي. وعامله نوع منه في قطيفه سودا فعايزه ياخده في يعمله كرسي عرش لفامباير. فامباير. انا كده احب المنتج ده. مصطفى ورانا الصوره. ده النورج القديم ده الاصلي اللي هو اللي موجود. وهتلاقي بقى اللي هو ثانيه بس عايز يعمله لعرش الفامباير لفيلم لفيلم في هوليوود علشان هو شكله جوثيك اللي احنا بنقول عليه تصميم القوطي اللي هو شكله بيبقى مرعب شويه. وهو لونه اسود والقطيفه سودا فقلت يبقى بروبس الفيلم رعب. اتفرجوا عليا بقى في الرعب. سويلم ممكن يتبرع بالظهور على النورج. انا اول واحد يطلع جنبي ملك الافلام الرعب موديلز لوحده. مين المنتج ده؟ حد معروف في هوليوود ولا؟ بص ده واحد من اللي هم زي بيقول عليهم زي يعني بينتج الافلام من تحت مش زي لا سؤال ما انت عايز نمرته وخنخلص. زي بروديوسر بيعمل الفرنتشر هو اللي بيعمل السيت اب اوكي البروبس البروبس والحاجات دي. فبعت لي قلت له طب انا هبعت لك الفيوز بتاعتها كلها من كل الزوايا وهقول لك البرايسنج. فقام قال لي وانا هقول لك احنا هنعمل ايه وازاي ممكن تصدريه لنا. ف انا بالنسبه لي اتس اكسبيرينس مش مهم يبيعه بكام, المهم انه ويتحط اسمي على فيلم هوليوود مثلا لفامباير انه ما حطش. بس واضح ان انت بتدوري على البيسز القطع الغريبه او الحاجات اللي اندثرت وبتحبي تظهريها بشكل مختلف يمكن دلوقتي شويه. بصي انا بحب الحاجات اللي وراها قصه. احنا شعب انا بحترم الشعوب اللي عندها قصص عندها تاريخ. طبعا مش قصدي ان الشعوب اللي ما عندهاش تاريخ مش محترمه يعني, بس انا بحس ان الشعوب زي الصين زي الهند زينا احنا عندنا مفردات كتيره جدا تاريخ. وتاريخ فيري ريتش وحضارات ومنين ما تدوري هتلاقي حاجه
فيها ناحية جمالية. فأنا بحب القصص. يعني لما عملت الترابيزة الأولانية كنت مديهم مانيوال يعني إيه بابور ويستخدموا البابور بتشرحي لهم إيه البابور ويحطوا الجاز فين ويولعوا فين، فبالنسبة لهم واو وبتاع اختراع إيه ده أنتوا لسه وبعدين بس بابور والغريبة أنه الاثنين الحاجات دي موجودة من مثلا قول النورك ده لو تبص على التاريخ هتلاقيه انه مذكور في الانجيل من قبل سيدنا عيسى من ايام الفراعنه وما زال هو شكله وما زال لغايه دلوقتي بيستخدم في مصر. مش ده ايام الفراعنه كان بيحطوا الملك عليه ويشيلوه العبيد ده اللي كان برضو هتلاقيه مرسوم على المعابد قاعدين عليه وبيجروا طور وده اللي بيعملوا بيه القمح والمفروض ان في الزراعه برضو من زمان. المفروض ان في قصه شهيره ان القدس مسجد الاقصى مبني على مكان كان هو اللي بيدرس فيه وكانوا بيستخدموا فيه المكان ده. هو المكان ده كان في منطقه مرتفعه علشان الجو يبقى جاف فيها، فكان ده المكان اللي بيدرسوا فيه القمح. ده انا كل ما نكلمك في حاجه تطلعي درس حاجه تانية. كانك في ميدان التحرير تقول لك على المرور، درست المرور. نتكلم على القطع اللي انت عملت لها تصميم تاريخ. بصي انا طول عمري بحب اذاكر وبحب، يعني انا كاتبه عندي في المكتب لما تيجوا بقى تزوروني هتلاقوني كاتبه مقوله على الحيطه I'm still learning بتاعت مايكل انجلو. هفضل طول عمري اتعلم من اصغر عامل لاكبر بروفيسور. اللي بيبطل يتعلم بينزل في مستواه. فانا من النوع اللي بحب اسمع كتير. طب واحنا عايزين نسمع عن عين رع. بس ممكن بعد الاغنيه، بس بعد ما نسمعك محمد فؤاد عشان تبقي اول ما جيتي انت سمعينا احنا نسمعك حاجه. لا سمحت يا داليا، من اول ما دخلت قبل ما نبتدي قالت بتحب محمد فؤاد جدا وشيرين، لعبنا شيرين. محمد فؤاد بقى هنسمع اغنيه بسهوله كده، حاجه برده شجن كده على كبير، ونرجع نكمل معاكي. داليا انت منورانا قوي قوي، منورانا. وهنرجع كمان نقرا الاس ام اسز على 1927 اللي بعتوها لداليا السعداني. اس ام اسز كلها فخر وكلها حب استطلاع ازاي وصلتي للي انت فيه وازاي هم يقدروا كمان الناس اللي سمعنا ان هم يوصلوا برضو. هي دي ال ماشي. احنا رجعنا هوا يا سويلة. الهوا هوانا ومنورنا في الاستوديو داليا السعداني. يا جماعة كان بتقولينا خبر اكسكلوسيف مش هينفع نشاركه فيه معاك. اكسكلوسيف لينا احنا مش ممكن التسقية. وبعدين انت راجل بتاع تصوير جامد جدا والله العظيم. هوريك حاجة بعد اللينك الجاي هوريك صور كلها بالموبايل ده. يعني مش بكاميرا ولا ايه اللي حصل ده؟ مش عارف حصل دلوقتي. حد بصص لنا في الصور. الحيطة اتصورت بجميع الزوايا. حاولنا نفس يا جماعه كذا صوره سيلفي مع داليا السعداني بس فشلت. ان شاء الله هتنجح فيهم. طيب احنا طبعا النهارده بنحاول كمان نعرف الجوائز الكتيره اللي داليا السعداني حصلت عليها، وواحده منها هي الجائزه البلاتينيه عن عين رع. رجعتي للفراعنه كمان يا داليا ما سبتيش. بصي انا كنت عايزه اعمل حاجه مش معروفه في مصر اللي هو تصميم الستريت فرنتشر، الفرش الخارجي في الشوارع. دي حاجة ازاي يعني؟ يعني لازم يكون في اماكن انتظار بيبقى ليها كراسي ليها بنشز ليها كنب ليها ده حتى المفروض فيه ثانية واحدة. نعم. انتظار ليه وانتظار فين اصلا؟ الاماكن المفتوحة ان شاء الله هنعملها. يعني لو قلت لك قابليني مثلا في ميدان مصطفى محمود انا جاي لك، بدل ما تفضلي واقفة كده تلاقي في الميدان نفسه كنبة بنش حلو كده تقعدي عليه. بنش معمول حلو. صفايح الزبالة لازم تكون حاجة ريسايكل من مواد معاد استخدام اماكنها متوزعه صديقه للبيئه. يا فرحتي بان هم عاملين في مصطفى محمود زي ما انت بتقول بتاع زرع كبيره جدا ما فيهاش اي اماكن الناس ممكن تقعد فيها، ما فيهاش غير النافوره الولاد الصغيرين بيتحموا فيها كل عيد. محدش بيحط لهم صابون حتى لا خالص ولا اي حاجه، هم بيجيبوا حاجتهم بنفسهم. وبعدين النجيله كلها تتاكل وبعدين يجي الحي يزرع ولا بشكير كمان. انا عايزه بس انبهك لحاجه مهمه ان ما فيش رصيف في بلدنا اساسا. عايزه اقول لك على حاجه، هو احنا عندنا رصيف بس احنا عندنا سوء استغلال للشارع لدرجه ان الرصيف ده بناخد من الرصيف بقى مستغل في حاجه تانيه تجاريه. وبالتالي بتلاقي الناس لا عندهم ممشى. رصيف يمشوا فيه. ولا عندهم شارع لانه العربيات ركنت صف تاني وتالت. ارجع تاني واقول لك الاستخدام الغير ادمي للبيئه المصريه.
فالمشروع وعدم احترام كمان زي ما انت قلتي برضو الانسان وحقوق الانسان. يعني انا من حقي ان انا امشي في الشارع ولاقي مكان امشي فيه كبيدستريان يعني واحده على رجلي او سايقه العربيه الاقي شارع موحد. ارجع واقولك انه المساله في القوانين واحترام القوانين. انا لو واحده عارفه اني لو ركنت صف تاني وقفلت الشارع هدفع لي 500 جنيه في ساعتها او هخش محكمه يتسحب مني رخصتي بره وهعملها بعيد وهمشي وهنمشي. احنا بره بنلتزم بنمشي على الخط اللي مرسوم ما بنغلطش. فيبقى العيب مش فينا كبشر, العيب في النظام. العيب ان انا اقول اللي هيقف صف تاني او هيقف في مكان مش مخصص دي هيحصل له كذا وكذا وكذا. عقبي بس شوية. بصي احنا كل الأديان مبنية على الترهيب والترغيب. كلمك في الدين بقى شوية ما رحناش لحتة دي لسه. انك بترهبي اللي قدامك, بتخوفيه من الغلط وبتشجعيه على الخير. ما ينفعش اعتمد انه يا جماعة ونفضل نطلع ومليون خبير يطلع في التلفزيون يقول والله والبلد ويا ريت نشوف مصر احسن. مصر مش هتبقى احسن غير لما يبقى في قوانين تحترم بالعافية. البني ادم ما خلقش بحرية مطلقة. ربنا ما خلقش الدنيا وقال لك يلا غابة بقى اعملوا اللي انتوا عايزينه تحت مسمى حرية اي حاجة في الدنيا. لا حرية حرية شخصية ولا حرية ابداع. كل حاجة في الدنيا ليها في قوانين وفي اصول ليها حاجات مقننة وليها برود لاينز كده خطوط ما ينفعش اعديها وإلا هتبقى المسألة همجية. فأنا محتاجة ان يكون في قانون صارم, محتاجة انه ما يكونش فيه استثناءات, ما يكونش ابن فلان بي او قريب فلان كذا او اصل حضرة كل واحد معاه نمرة ضابط علشان يكلمه عشان ما يدفعش المخالفات. الكلام ده كله لازم يتوقف. علينا احنا كمان يعني انا واحدة من الناس اللي ببرتع بحجة كده ورفض الوضع ده. يعني رفض ان انا اخش بنزين اروح واخدة ادي للراجل 10 جنيه فاقف في الاول او اقف صف تاني فادي للبتاع المرور 20 جنيه عشان ما يدينيش مخالفة. ده الواقع اللي احنا فيه ولازم الواقع يتغير عشان نحترم نفسنا ونبقى محدش هيحترمنا واحنا ما بنحترمش نفسنا. بس هو هيتغير بس بالقانون ولا بالقانون وكمان احنا كافراد وكاشخاص البرسبشن بتاعنا او طريقه تفكيرنا تتغير يعني الاثنين يمشوا مع بعض المتوازيين. البرسبشن بتاعك وجهه نظرك او تفكيرك او اتجاهك هيتغير لما يبقى فيه انت ماشي على قوانين محترمه ولما الاعلام يبتدي يسلط الضوء بدل ما هو يبقى اعلام بس علشان يطرح الخناقات ما بين البشر والنزاعات ومين حابب مين ومين كره مين ويلا نتكلم على ده ويلا نطلع تسجيلات لده. طب ما نبتدي نبني بقى, نبتدي نتكلم على انه حتى الاعمال الفنية انت لو عايزة تحسني بلد شوفي الفن بتاعها هيرقى بانهي مشاعر. لو انا عايزة الناس تبتدي تبقى رومانسية اكتر تبقى مؤدبة اكتر ما ينفعش اخش فيلم مع احترامي طبعا للمبدعين او يعني الناس اللي شغالة في الفن يلاقي الفاظ زي كده. طب انت منتظرة منه ايه؟ منتظرة ايه لما تلاقي فيلم فيه؟ والعكس برضو صحيح ان انت بتعرفي الشعب ده ثقافته حاليا والفاظه وطريقته في التعليم والتربية وكده من الافلام المعروضة في سينمات دلوقتي بره في امريكا من اكتر الدول اللي فيها افلام عنيفة ومع ذلك بتتهاجم وبيتهاجموا وبيتقال ان ده السبب ان في امريكا اكتر بلد فيها عنف واكتر بلد ما فيهاش امان. مش معنى كده ان كل حاجة بره كويسة. طب انا ليه ما بقاش ليه لازم اخترع العجلة؟ طب ما انا اشوف هم كويسين في ايه واعمل الكويس ده والتزم بالكويس اللي عندي. احنا شعب شرقي في الاول وفي الاخر متقدمين متحضرين ممكن عندنا انفتاح عندنا ليبرالية في التفكير. انما مش معنى كده ان انا اكون منحلة. في فرق بين الليبرالية والحرية وفرق الحلال. صح. طيب هنرجع نكمل. احنا برضو ما اتكلمناش عن عين رع برضو دخلنا في حاجة تانية. انا حبات معاكم النهاردة يعني ننبسط جدا لو انت يعني قعدتي معنا اطول وقت ممكن بجد. طيب. ومش هنسيبك المرة دي بس عشان تبقى لا لا بما انك بتحبي الاغاني الشجن هنسمعك شوية اعلانات حزن كده وحنرجع بعديها نسمع اغنية حلوة جدا لفضل شاكر. فضل شاكر طبعا. ماشي. الله يمسيه بالخير بقى. يعني رحمة الله رحمة. تعالوا نسمع يلا الاعلانات ونرجع سريعا نرجع نكمل معاكم. ركزوا مع الاعلانات انا سألتوا فيها. يلا واحد اتنين تلاتة قولي يا نيفو الهوبا. لا. قولي الهوبا. لا. طب الهوبا. لا. ميجا فام 92.7 الاغاني على كبير. النهاردة
النهارده معانا قصه نجاح مصريه جدا. معانا النهارده المهندسه داليا السعداني، وهي ترتيبها ال 12 او من ضمن افضل المصممين حول العالم، ترتيبها ال 12 منهم. طبعا انجاز قريب على فكره. احنا بنسخن بس يعني. انت هدفك الرقم كام؟ بصي، لا هو مش هدفي رقم معين، هو هدفي ان انا اعمل اللي انا بحبه، وانا من الناس اللي محظوظه ان انا اكل عيشي من هوايتي. يعني ما يعني في ايه احلى من كده، ان انا بعمل حاجه انا بحبها جدا. هدفي ان انا لما يجي لي فكره حلوه واحس ان هي متقدره، وعايزه اقول لك ان انا بطلعي معاكم في برنامج هنا او اطلع في اي حاجه واحس ان الناس في مصر زي المسجز الجميله اللي عماله تيجي دي عندي بالتكريمات الدوليه. انا السنه اللي فاتت لما سفير مصر في ايطاليا قابلته وكرمني وكده، انا حسيت ان بابا واقف، عارفه اللي هو تبقي مبسوطه ان جريتي باباكي الشهاده بقى وكسبتي وبتاع. فهدفي انه ان انا افضل بس ربنا يديني الصحه، وافضل اعمل اللي في دماغي، واشوف البلد دي احسن. كلنا عايزين نعمل حاجه يعني. عشان كده عايزين نروح للسؤال التاني. انت كنت فتره من الفترات مرشحه بقوه، وصورك كانت ماليه الفيسبوك والتعليقات كلها فخر، ويعني ناس مبسوطه جدا قد ايه ممكن تبقى وزيره للبحث العلمي واحده يعني في ثقافتك وتعليمك وشكلك ويعني ناس وسنك. هم المصريين كانوا مبسوطين. الحاجة الإيجابية، سيبك مني أنا أنت بصي لورا الحدث، الناس عايزة تشوف شكل مختلف، عايزة تشوف حد منها، حد يعني زيها. وبعدين الناس عايزة تشوف حد بيتكلم عادي، يعني مش قاعد في برج عادي، ومش ناس كبار في السن. مع احترامي طبعا الكبار دول يطلقوا عليهم زاوي خبرة، إنما الناس عايزة تشوف عندها طاقة وناس بتعرف تتكلم وناس اكسبوز بتقال عليهم بيسافروا برا وشايفين وعايزين ينقلوا وشافوا وعندهم خبرات وعندهم استعداد ياخدوا ريسك. خدي بالك يعني 3/4 المصريين نفسهم ناس يبقى قلبها جامد تفوت في الحديد زي ما بيقولوا، ما يخافوش، لا احنا هنعمل كده وهنهد الدنيا وهنبتدي من اول وهنوصل وهنشتغل 18 ساعة في اليوم وهنجيب كذا وهنسافر وهنعمل. الناس عايزة تشوف خلاص يعني. طب ليه ما شفناكيش بقى في الوزارة؟ ايه اللي حصل في الاخر؟ بصي، هم ممكن يكونوا شافوا ان انا مش مناسبة للمكان، ان انا مش ده اللي في الوقت ده مناسب، انا معرفش يعني، هم غيروا رأيهم. بس من عندك انت كنت متقبلة انك تبقي وزيرة للبحث العلمي؟ ممكن تقولي لا على خاطر مصر، عشان خاطر مصر. بصي اقول لك على حاجه، انا مستعد اعمل اي حاجه، بس يعني لا، ما كنتش متقبله قوي منصب، لان انا مش شخصيه عشان ما تقايديش بمنصب. وبعدين كان في مشكله بالنسبه لي انا، ان انا كنت هسيب شغلي فدي كان اللي انت بتحبيه. فيعني يمكن انا كنت المصريه الوحيده اللي بعيط يعني في الفتره دي، اللي هو عارفه باين كفاية الراحه، مش عارفه الناس كلها عماله تقول ويا وبتاع والفيسبوك مقلوب وكلام كله ايجابي، لدرجه ان انا لما المذيعه بتاعت القناه الاولى اللي هي التلفزيون المصري بقى طلع قدام مجلس الوزراء ورحت قاريه الاسم، رحت قاعده على الارض، قلت ده بجد على فكره. مش هزار يعني، ده انا فاكره الموضوع كده كلام وهيقولوا معلش خطا وانا قاعده في البيت بعمل ايه خطا مطبعي مش دي يا جماعه. لانه بصي، احنا اتربينا كلنا على بروتوتايب معين للوزير، بيبقى شكل نموذج شكل يعني، وطريقه لبس وطريقه كلام. انا وسن كمان برضو خلينا فيلم تيمور وشفيقه. يعني بس يمكن انا كمان انا عايزه اقول لك ان منى زكي في الفيلم ده كلاسيك شويه، انا جينز وتي شيرت وسقالات وترابو، بس كانت هي مش مصدقه ان هي اصغر وزيره بيئه في الفيلم. لا خلينا كمان نقول ان داليا اساسا مقاوله، يعني دي برضو من الحاجات اللي لسه ما اتكلمناش عليها. اتفضلي قولي يعني تعملي ايه في المقاولات. هقول لك، انا بحب انفذ الحاجات بايدي، يعني في ديزاينرز مصممين كتيره جدا محترمين جدا، بس ما ينزلش صح بيصمم على الورق وخلاص، في المكتب بتاعه يعني مسؤوليته بتخلص عند التصميم والاشراف. انا بحب اشتغل، انا بحب الطبقه العمال دول، بحبهم جدا وبحب اتعامل معاهم وبحب اتاكد ان انا الحاجه بتنفذ على الطبيعه زي ما انت عايزاها ومصممها. هتلاقي في صور كتيره جدا مصوريني وانا بدهن وانا فوق سقاله وانا بعمل سقف وانا مش يعني، انا بالنسبه لي ساعات بتفلحس بقى مع اقول له معلش لو سمحت انت، انا هوريك كمان اعمل ازاي ناولني الفرجه دي يعني انا بحب، انا بنبسط. انت فاهمه، انت خدي بالك انا قلت كم مره كلمه بحب وبنبسط. انت سالتيني قبل الهوا على المبادره بتاعتي. المبادره بتاعتي عشان دي، عشان تعمل اللي انت بتحبه. مفيش حد هيستحمل شغل صعب جدا في اي مجال في اي بلد، هتستحملي التحديات دي لو ما بتحبيش اللي بتعمليه. فانا عملت المبادره عشان ارجع للشباب
مش هعلمهم حاجة أكاديمية، مش هعرفهم هندسة، عندهم دكاترة ومعيدين ما شاء الله شطار جدا، بس في حاجة ناقصة الشباب، يشتغلوا ازاي، ينجحوا ازاي. خلينا ننقلهم المبادرة بقى بتفاصيلها، بس ممكن هنسمع أغنية، وكتير جدا من الشباب دلوقتي سمعينك، وكتير منهم بعت SMS على 1927 هنقرأ منها، ناس فعلا عايزين يعرفوا، أولا معجبين بيكي جدا وفخورين بيكي، وعايزين كمان نصايح سواء لمراتاتهم عشان يبقوا زيك أو يبقوا هما الشخصية. شايفه ان في واحد يا حرام عايز يبقى عايزين مراتاتهم يبقوا مهندسات معماريه، في ناس في ثانويه عامه بيذاكروا، بس سيبوهم سيبوهم بس ما تشغلوهمش بالطبيخ والعيل، وهم هيبقوا شطار بس. مش لازم مكرونه بشاميل النهارده، ممكن اضيفوا ولا صح كده. يلا نسمع اغنيه ونرجع نتكلم على مبادره داليا السعداني مع الشباب كانت ايه، بس بعد الاغنيه. يلا اليسا بقى حته فرفشه ونرجع نكمل في الحزين تاني. في الحزين ومحمد سويلم وانسى الطريق مع تي ديتا على ميجا اف ام. لسه مكملين معاكم وانسى الطريق مع تي ديتا، والنهاردة في قصة نجاح معانا، قصة كده عملي واقعية مصرية 100%. داليا السعداني انت منورانا، والوقت جري معاكي، ساعة داخلة على 6 يعني، احنا في وما لحقناش نتكلم غير في 5-6 موضوعات بس، وبنتكلم من 12 من 48 وبنتكلم بره الهواء اكتر غالبا يعني. طيب احنا كنا الحقيقة غير عين راعة لسه ما اتكلمناش عليها، بس كمان عايزين نركز على المبادرة اللي انتي قمتي بيها بنفسك، مشروع مستقبل شباب مصر، انتي اللي تبنتيه واشتغلتي عليه مع الشباب، ممكن تقولينا المبادرة بقى. بصي هو الموضوع بدأ ان انا شخصيا شايفة ان في نقص شوية في ان الناس الناجحة ترجع تقول للشباب، تديهم امل شوية يشتغلوا ازاي. زي ما قلتلك انا مش في المحاضرات دي ما بروحش اتكلم اكاديمي، ما بروحش اتكلم ثيوريتيكلي ولا حاجه، ما ماليش دعوه، انا ما بكلمش في الهندسه ولا ينجحوا ازاي ولا يذاكروا ايه، ده دور الدكاتره والمعيدين موجودين وبيعملوا دورهم على اكمل وجه. انا خاطبني كل الكليات اللي ممكن تتخيلها، صيدله، حقوق، طب، هندسه، انا بكلم الشباب يشتغلوا ازاي، ينجحوا ازاي، زي ما بيقولوا ازاي تسوق نفسك، وفي عرض كتير جدا، ازاي تروح تتدرب، ولما تتدرب تبقى حاطط في دماغك انك رايح تتدرب في شركة معينة هتشتغل فيها، فازاي تبذل مجهود، توسع مداركك ازاي. خريجين الكليات متخيلين انه يقعدوا بقى يستنوا الحكومة لما تجيب لهم الشغل. بيسكلي اللي بروح اقوله اللي مستني شماعات خليه قاعد مستني، في ناس بتجري وانا من الناس اللي جريت وما استنيتش حد، وفي ناس غيري كتير جدا بينجحوا، اللي هيقعد يستنى شماعات خليه يقعد يندب حظه، وفي ناس تانية ممكن تشتغل وتخلق لنفسها سوق عمل. يعني مثلا مش لازم عشان انا خريجة هندسة عمارة اشتغل استنى بقى لما بقى يجيبولي ارض عشان اشتغل مهندسة معمارية، في مجالات تانية، في ان انا ممكن ابقى عندي ورشة نجارة اهو برضو تبع المجال، وده حاجة ليها عرض اكتر من كده. وبحاول طب ازاي نفتح مداركنا، لازم الثقافة، التعليم مش كفاية، ما ينفعش ان انا ابقى داخل الكلية بتعلم شوية الكلام اللي بيرموه جوه دماغي وبس كده، لازم ابقى بقرأ في علم نفس عشان افهم نفسي قبل ما افهم البشر. لو انا هشتغل شغلانة بتعامل فيها مع الناس لازم افهم الناس، لازم افهم سايكولوجية اللي قدامي، لازم اعرف اتعامل مع مين وما اتعاملش مع مين. لو انا في اي مجال لازم اقرأ في كل انواع الفنون، الفنون مش رفاهية، الفنون والتاريخ بالذات. كلهم الكوت اللي انت قلته لنا بس بالترجمة لو سمحت. طب once an artist always an artist. يعني انا بقول اللي عنده حس فني او حس عينه حلوة بيبص على الالوان وبيختار الوان حلوة، او ست بتحط مكياج حلو هتلاقي عندها ودن موسيقية، هتلاقيها مترجمة في كل سبل حياتها. انا هدفي من المبادرة دي ان انا عايز اقول الاهالي، بناشد الاهالي، يمكن مش هم اللي سمعيني بس اتمنى ان هم يسمعوني، يا جماعة بلاش تضغطوا على اولادكم، احنا داخلين على امتحانات، مش لازم 90% كليات القمة اللي احنا مسمينها قمة، كليات قمة، هفضل اقول الجملة دي في كل وسائل الاعلام. القمة في النجاح انك تبقى متخرج من معهد بس شاطر، متخرج من تجارة اللي بتعمل فلوس كلها، بلا طب بلا هندسة، مش هنضحك على بعض، انما تبقى متخرج من كلية
وسوق العمل مطلوب المهنة اللي انت بتمتهنها وانت شاطر وتنجح فيها هي دي القمة. مفيش داعي اطحن نفسي ماديا واطحن ولادي عصبيا عشان يجيبوا 90% عشان يدخلوا طب يخرجوا ياخدوا مرتب اي كلام او ما يلاقوش شغل. يبقى انا استفدت وفي الاخر يروحوا يشتغلوا حاجة تانية. استفدت ايه؟ انا لازم ابقى عندي بس شوية رؤية انا ابني او بنتي عايزين هم يحبوا ايه, هو ده اللي هينجحهم ومتميز فيه يعرفوا يعملوا فلوس من حاجه هم حابينها. فيعني انا هدفي بس ان انا اقول واحنا على دخول امتحانات يا جماعه يا ريت تحطوا في دماغكم اللي عايز يشتغل حاجه بيحبها يحارب على اللي بيحبه. ما يسمعش كلام حد. في ناس بتخش كليات عشان اهاليها خريجه الكليه دي, محامي ابنه يبقى محامي, دكتور مش ده صح. انت لو عايز تنجح وتثبت نفسك يبقى لازم, في ناس سألتنا على الاس ام اس ننجح ازاي, اولا لازم تراعي ربنا, تراعي ربنا في كل حاجة بتعملها. مش شطارة ابدا ان انا اعمل فلوس بسرعة بان انا ابقى فهلوي. اللي بيبقى فهلوي يمكن يكسب مؤقتا على اللونج رام, مش هيكسب. الناس اللي بتتعب ربنا ما بيضيعش مجهود حد, بيتعب بجد. فرجاءا اللي عايز ينجح وسع مداركك, ما تقفلش دماغك على مهنة معينة. شوف السوق محتاج ايه وحرك نفسك شوي, اتعلم, افضل اتعلم مجال تاني وتالت ورابع. هتلاقي انك انت مع الحركة دي ربنا بيكرمك ويوسع لك رزقك وبتلاقي فرص كتيرة جدا بتتفتح لك. انا عايز اعترف اعتراف على الهواء بقى. ايه بقى يا سوين؟ حاجه بقى يعني بالمناسبه انا فنان. لا لا لا, لا. من اول ما انت قلتي حته افتح ورشه نجاره, انا بقى لي فتره عايش في جو النجاره ده, لان انا كنت بقفل حته في الروف, انا قاعد في بيت على الروف عشان الكلاب وفيلم كبير كده. فبقى لي فتره بتعامل مع نجارين وبحاول اعمل حاجات بالخشب. انا انبهرت بالفكره دي, بس انا ما عنديش اي اكسبيرينس, ونفسي انا بقى ونفسي انا اجيب الخشب وابتدي اجيب الشكوش وابتدي ادق واعمل الحركات دي كلها. هتاخد لك شهرين ثلاثة في ورش, تعالى هوديك ورشة تتعلم بإيدك. وبعد كده مين قالك ان ده ما مش في يوم من الايام هيبقى عندك اكبر مصنع خشب في مصر؟ انا حسيت إيه؟ انا حاسه ان انت راجل. طب انا حاجزه انا حاجزه من دلوقتي لو سمحت. اللي عايز يتجوز عايز اتنكم موجوليا كلها عندي بنجهز بس حضرتك. كل المجوية ياخد خصم خاص على فكره. طب على فكره في برضو مسج لازم نقراها. بتقول مساء الخير عليكم, ازيك يا مهندسه داليا, انا خريجه تربيه فنيه, بعشق التصميم الداخلي وبدمج التراث في التصميم, وليا اعمال نفذتها. هل لازم اشترك في مسابقات خاصة بالمعماريين فقط ولا ممكن في مجالات تانية عندهم الموهبة دي؟ لا بص, هو علشان تنجحي مش بالضرورة تشتركي في مسابقات خالص, بس لازم تعرفي تسوقي للتصميمات بتاعتك كويس. صح. يعني لازم لو انت مثلا مش قادرة تستثمري في اعلانات او ما عندكيش مكان لسه بيزنس, اعملي صفحة على الفيسبوك, ابتدي سوقي نفسك, الناس تبقى عارفة منتجك, عارفة انت بتشتغلي ايه. ركزي انك تزودي مفردات تعليمك في المجال ده. انت حابة مسج الترز, وعلى فكرة انا كسبت جوايزي كلها بسبب مسج الترز, عشان انا ما بلتزمش بتراث محدد. فانك انت بتدخلي التراث ده حاجه تحترم, ويا ريت يبقى في ناس كتيره مهتمين بالتراث المصري, مش قصدي بس التراث العربي. ركزي انك انت تتعلمي مفردات التراث بتاعك ده, تشوفي ايه الخامات او المواد اللي عايزه تشتغلي عليها وتدربي عليها, واعملي تصميمات كتير مش لازم خاصه بمشروع فعلي. ماشي ايديكي في ديزاينز كتيره جدا واعرضيها وخدي اراء الناس, بكده هتبقي عملتي سبوت لايت على نفسك والناس عارفتك. في كمان مسج بتقول بجد يا داليا انت عظيمه والمفروض تكوني قدوتنا كلنا, وبجد ام براود اوف يو. دي اسراء ايسو وعندها امتحان. اسراء منبهر من عندها امتحان عربي بكره, بس هي عدم سمعنا. اسراء ركزي في الامتحان علشان تبقي انت كمان قدوه لكل الشباب وتنجحي. وانا دايما متفائله جدا وحاسه انه كل ما الناس هتتكلم بايجابيه اكتر كل ما الشباب هيتحمسوا اكتر, وانا عندي امل كبير انه اللي هيقوم مصر هما الشباب مش اي حد تاني يعني. رب ان شاء الله. بس وحاسين ان في باب مفتوح لافكارهم ولوجودهم في يستوعبهم حد يستوعبهم. ما انا بقى انا وعدتكم حاجه الأفكار في حاجه خبر الاسبوع الجاي ان شاء الله. ايوه ده اللي صوتك كده. ايوه هنقول لكم حاجه حلوه جدا الاسبوع الجاي, هتفتح ببان تفاؤل وببان فرصه حلوه لكل الناس المبدعين ان شاء الله في كل المجالات. هاجي لكم مخصوص واقول لكم انتوا اول ناس الموضوع. نورينا. لو وقتك يسمح تيجي في الاستوديو دايما. احنا كإذاعة ميجا اف ام دايما ان احنا نبقى بنحب ان احنا نبقى باب حتى نطلع بس منه بارقة امل كده ونور بنور
انتوا انا عايزه بس اقول للناس اللي بتسمع انه المكان ده قد ايه فيه طاقه ايجابيه رهيبه من اول ما دخلت. مش معقوله يعني. برافو عليكم يعني. لا يعني طب عايزين نذكر الراجل الجامد ده بقى مصطفى الهادي. برافو عليك يا مصطفى. برافو عليك مصطفى. مكافح معيد. بس ناقص النهارده بس مش وده برضو للناس اللي بتسالني ننجح ازاي يا جماعه. ما حدش بينجح لوحده. لازم يبقى فيه تيم. مجموعه الشباب اللي نفسهم ينجحوا جمعوا بعضكم مجموعه واعملوا مشروع صغير اشتغلوا مع بعض. ما فيش حد بينجح نجاح فردي. لازم نشتغل مع مش بعض. مش لازم حد يدوس على التاني عشان ينجح. مش يحارب حد. اللي شاطر الزق جنب الشاطر هتبقى شاطر زيه عشان نعدي بعض بالظبط. ما تغيرش منه وبتاع. لا روح اشتغل معاه واشتغلوا مع بعض هتعملوا حاجه اكيد انجح من ان كل واحد فيكم يشتغلوا مع بعض مش تشتغلوا بعض. انا بقى نسمع اغنيه تامر عاشور بتاعتك عشان نطلع بعد كده فاصل. ايه بتاعتك دي؟ مش تامر عاشور ده الجماهير على فكره. الجماهير هي اللي طالباها. الجماهير بص على الفنان يا ابو صفا يا جماعه طالبه اغنيه لتامر عاشور. استغفر الله. اسمعها والله منى. والله منى. طب من غير ما تحلفي خلاص. ايمن احمد كان كاتب باين. انا مصدقك. ايمن احمد يبقى هو الجماهير. استنى كده عشان بس اتاكد. آه خلاص 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 سنرفع عليه قضيه. صدقك والله العظيم. هو يلا نسمع بقى اغنيه ونرجع نكمل معاكم والوقت جري. احنا بقى خالي لولو اهي يا جماعه. ما تنسوش فيروز وتامر عاشور. فيروز اتلعبت وتامر عاشور علم ونفس. عشان تعرف بس انا بوجهك ازاي رغبات الجماهير. ايوه وانا هنط الحبل دلوقتي. يلا انسى الطريق مع تي ديتا مع نيفين محمود ومحمد سويلم على ميجا اف ام. يا نهار ابيض ده الموضوع كبر كده خلاص. الموضوع كبر ودخلت من اللاكي على القلل على الكلاب. لا 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 دخلنا في الكلاب خلاص يعني. احنا دخلنا في الكلاب بيبقى حرام عليك كده. الموضوع خلص انت قاعد مع يعني ست جامده جدا. الموضوع خرج من ايدي كده. لا كانت هتبقى وزيره وان شاء الله تبقى وزيره. ان شاء الله تبقى وزيره. وتتكلم معاها في الاخر في القلل يعني. لان اهم حاجه عندي القلل تتحط على جنب وهلونها كده الوان تعجبكم قوي قوي. طب انا عايزه بس اقرا لك شويه اس ام اسز علشان الناس مهتمة جدا ان هي توصل لك رأيها. في مثلا فوكس بيقول سويلم انت وسنجوبة ده انا ده انا يعني ده اللي معلش. بيقول انتوا دايما بتتكلموا كلام مهم فعلا وانا بستفيد منكم دايما وبجد بحيي طبعا الاستاذة والمهندسة داليا على كل ارائها الممتازة جدا. في كمان عثمان انا قريت المسج بتاعتك وحننظر في هذا الامر فانا بشكرك وبتأسف لك. في كمان مسج تانية مثلا بتقول طب انا ممكن اوصل للمهندسه داليا ازاي سواء الميل او لو في بيج ليكي. بصي في بيج على الفيسبوك باسم داليا سعداني كرييشنز. المسجز انا بحاول على قد ما اقدر مش الادمنز اللي بيردوا. انا بقعد كل يوم من الساعه 2 الصبح للساعه 4 الصبح برد على المسجز او ايميلز او اي حاجه. اللي عايز يسال في اي حاجه عايز نصيحه يعمل ايه. داليا سعداني كرييشنز. نبوست البيج بتاعتك عندنا برضو على البيج عندنا عشان لو حد مش عارف يسبلنج هبعت لك اللينك اعمل له بوست. اي حد عايز يسال اي حاجه انا بساعد اي حد في اي وقت تحت امره. ده اللي انت نورتينا والله يا استاذه حضرتك. ممكن تبقي رئيسه جمهوريه. دي مسج اخرها 774. الاراء النهارده يعني كلها رايحه سكه. انا عايزه اقول لك الناس اللي بتقول كده بجد انا فرحانه بيهم ان هم مش بس علشان هم بيقولوا عليا انا كلام كويس. ان الناس دي هي دي اللي هتحسن البلد. لو 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 الناس معجبه باللي انا بقوله يبقى هم عاجبهم الطاقه دي وعندهم القدره ان هم يعملوا حاجه. فبما انك انت هتشغلي الاغنيه اللي انا بحبها انت طلبت اغنيه وطنيه انا كمان يا دايما تجيلي في الوطني خلاص. انا انت خليك في القلل. انا في القلل والكلاب والكلاب لو سمحت. لا في حاجه بس ثانيه بس لا هتعملي لي الحاجات اللي اتفقنا عليها. وعلى فكره يا جماعه بس في نقطه مش لازم عشان يبقى حد دي نصيحه لكل الناس الناجحه. مش بالضروره عشان تبقى ناجح يبقى دمك تقيل. مصريين دمهم خفيف فيا ريت تفضلوا دمكم خفيف. دم في الدنيا. فرجاء انا اكتر حاجه انبسطت بيها ايام موضوع الوزاره كم خفه الدم من الشعب العبقري. وبقول للناس الناجحه فكوها شويه يا جماعه. الناس مش ناقصه كئيب. الله يخليك. ما تشكشوهاش. يعني هنستنى منك الاسبوع الجاي الخبر الاكسكلوسيف. جاي لكم خدوا سك. انا جاي لكم ده غير ان احنا هنعمل كفرج للحدث. احنا معاكي. طب ما تطلعيش انت سوس على فكره. الحدث اللي هو اصلا يا جماعه بقى سكت. انا قلت ما اقولكيش غلط والله ما هقول. انا سكت اهو. هو قال لك ايه صندوق امين ولا سنجوبه
صندوقه صندوقه ده بمناسبه خشب يعني ميسس بوكس اي فوكس. طب احنا لازم نلعب الاغنيه لان في برنامج بعدينا مش دي تاتيفات مسرحيات تعليلي بقى. البرنامج خلص يا رجاله وفي مذيعين وجمال هيبتدوا برنامج تاني. داليا انت نورتينا مستنيينك الاسبوع الجاي بجد ان شاء الله. هكمل مع المذيعين اللي جايه خلاص كده على قاعده مع شريف وفريده يا جماعه بتطبق ورديتين يا حنفي. مره تانية بنشكر مصطفى الهادي معد شبكه راديو النيل. بنشكرك جدا يا مصطفى على الاعداد وعلى طبعا فرصتنا النهارده ان تبقى معانا واحده يعني عظيمه وان شاء الله تبقى اعظم قريبا جدا على مستوى بقى يعني مسؤوليات كبيره بقى. في مصر, مصر داليا السعداني. مصر ام الدنيا واغنيه وطني واللي اختارتها داليا السعداني. يلا بينا اشوفكم بكره. باي 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 باي. مرتاح وراضي طول ما انت جنبي لو حتى جرالي